النهارده ان الناس كلها مستمتعه او هتستمتع بوجودك معانا النهارده. نتمنى رب ان الواحد يعني يبقى ضيف خفيف على الساده المشاهدين، والواحد في بيته في قناه النادي بالظبط الاهلي، الواحد براحته. يعني انا كنت عايز ابقى يعني ابقى براحتي كده، وانا محتاج ان انا ابقى براحتي شويه. بعد الصف بيجري بيسافر، كل ما اكلمه انت فين يا كابتن خالد؟ يقول لي اصل انا في اسيوط. يا عم في اسيوط بتعمل ايه؟ اصل هناك في حاجه في الاكاديميه تخص حاجه معينه فرايح يعملها هناك. ف تعبت انت في موضوع الاكاديميه ده؟ اه طبعا، هو انت مسؤول عن حاجات كثيره جدا، فلازم تبقى قد المسؤوليه. يعني انا على فكره انا ممكن اروح اسيوط واشوف حاجات من غير ما حد يشوفني، يعني اروح اتابع وارد اروح وارد واشوف الدنيا شغاله ازاي والشغل شغال ازاي. اروح اي محافظه، الواحد يعني بتطب عليهم كده مفاجاه من غير ما حد ياخد باله ان انت رحت. لا، بروح واشوف الدنيا فيها ايه وبتابع. طب بص، موضوع الاكاديميات هو مجهد، مش موضوع سهل. انت بتبقى مسؤول مسؤوليه كبيره عن احلام اطفال واحلام اولياء امور طبعا. وكل واحد بيبقى نفسه ان ابنه يبقى احسن واحد في الدنيا، وشايف ان ابنه احسن واحد في الدنيا. فانت عشان تقدر تقنع اولياء الامور ان ابنك في المرحله دي وفي المنطقه دي ومحتاج شغل واحد اتنين تلاته، بتاخد مجهود كبير جدا. عشان خلي بالك موضوع الاكاديميات دخل فيه ناس يعني غير احترافيين بشكل مرعب. وانت بتحاول زي ما بيقولوا انت تحافظ على اولادك، تحاول انت توصل المعلومه سليمه لاولياء الامور وللولد نفسه. بنتعب جدا كل يعني اما بقعد طبعا في النادي كل حاجه ان انت لازم تعلم الولد الدنيا ماشيه ازاي، وتحاول تتكلم مع ولي الامر. اهم حاجه عندنا في النادي ان انت ما تسيبش ولي الامر فريسه للطماعين، وده بيحصل. في طماعين في المجال كتير جدا، يقعد يلعب بقى بدماغ ولي الامر. ده ابنك جامد جدا، ده احسن واحد بس في الدنيا، ايه بقى ناخده مش عارف يعمل ايه. طب النادي ده ياخده يلعب في مش عارف اسماء غريبه ونقعد ندور عليه، وبعدين تروح حته تانية تلاقي اللي يقول لك لا ده انا ابنك ده احسن واحد في الدنيا، بس محتاج بقى يزود بقى شويه يعني شويه حاجات بقى كده لو جه بقى معايا. بص، أسوأ حاجه للولاد الصغيرين هو البرايفت، حاجه اسمها البرايفت دي. انا ما اعرفش اولياء الامور ابتدوا يروحوا لها بشكل كبير جدا، وابتدوا يهتموا بيها اكتر من اهتمام من الولد. بقى الولد قاعد طول الاسبوع بيتعذب، يروح المدرسه الصبح ويرجع على تمرين الاكاديميه، واذا كان بيلعب في دوري يروح يلعب دوري، واذا كان راح حصتين ثلاثه برايفت فيروح له برايفت، وبعدين يروح تمرين سباحه وتمرين العاب قوه. فتبص تلاقي الولد بيجي يوصل لسن معين خلاص ما بقاش في عنده عضله مستحمله اي حاجه. احنا بنحاول ان انت مع اولياء الامور كده بمنتهى الامانه ننصحهم ونقول لهم لا بالراحه على الولد، الولد في سن صغير، خصوصا الاكاديميات بتاخد الاعمار السنيه صغيره، فالمجهود الكبير والضغط على الولد وعلى دماغ الولد وعلى ان الولد يبقى قاعد من صاحي من الساعه 6:30 الصبح لغايه الساعه 10 بيلف من ما بين مدرسه على تمرين، على موضوع صعب، صعب جدا، مجهد جدا. وبعدين المشكله كمان اولياء الامور زي ما بقول لك كده يعني بيقعوا في ايدين الطماعين.